أداة الكونتنت أوير، كيف ممكن إحنا نستخدمها وتحل لنا كتير إشكاليات. أنا هيت مثلا عندي صورة بدي أمدها، ممكن أنا هيتني مديتها، كيف بدي أخليه بدلي الصورة للهان؟ بس بضغط على إيش، على الخيار هذا الجديد من 2019 موجود، بس اضغط عليه صح واضغط انتر، مباشرة على السريع بالذكاء الاصطناعي هاي الأداة بتروح بتمدلك الصورة دون وجود أي تغبيش. يعطيكم العافية.